بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا نروح سريعا لدينا شرف ونعرف منها أخبار الطقس. صباح الخير يا دينا مرة تانية. صباح الخير يا أحمد. وطبعا زي ما قلنا في بداية حياتنا، الطقس النهاردة يعني هيكون فيه انخفاض في درجات الحرارة طفيف. تعالوا يعني رطبيها علينا يا دينا شوية. هي مشكلة في الرطوبة والله، هي اللي بتحسسنا بحرارة الجو شوية، دي مشكلة. خلونا نتابع مع حضراتكم نشرة الجوية بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة هيكون في انخفاض شوية في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهيكون مائل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة ورطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد. مستوى الرطوبة هيكون ما بين درجتين وأربع درجات، وزي ما قلنا هو ده اللي بيخلينا نحس بحرارة الجو شوية. وكمان بالليل الطقس هيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. في كمان النهارده نشاط رياح على مناطق من القاهره الكبرى والسواحل الشماليه وجنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد، وعلى ده هيكون على فترات متقطعه. كمان في فرص امطار خفيفه على مناطق من اقصى جنوب البلاد بحلايب وشلاتين وابو سمبل، وبرده هيكون على فترات متقطعه. خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده بالتفصيل، وهنبداها من القاهره والعظمى 35 وصغرى 24، اسكندريه 31 23، مطروح 30 23، السلوم 29 23، سيوه 36 23، بورسعيد 32 24، دمياط 31 23، اسماعيليه 36 24، السويس 36 24، العريش 32 24، كاترين 32 21، شرم الشيخ 38 28، الغردقه 38 28، فيوم 37 24، بني سويف 37 25، المنيا 37 25، اسيوط 38 26، سوهاج 38 26، قناه 39 27، الاقصر 40 27، اسوان 41 28، الوادي الجديد 40 27، شلاتين 37 27، واخيرا حلايب 33 28. طمنا حضراتكم على الحاله الجويه. هنرجع مره تانية لاحمد وبسنت عشان نكمل فقرات صباح الخير يا مصر.